ازيكم يا احلى مزز، عاملين ايه؟ اهلا بيكم على قناه بي مزه. النهارده هقول لكم على استخدامات تجميليه جديده ومهمه لاقراص الفحم اللي احنا عارفينها اللي بنجيبها من الصيدليه اللي هي الاوكربون. استخدامات انا فعلا مجرباها، مش بقوله لكم يعني مش بقول لكم عليها كده وخلاص، وامنه جدا على الجلد والشعر، مفيش ليها اي اضرار، لان اصلا اقراص الفحم لو ليها اضرار من اي نوع ما كانوش عملوها للبلع. فده فحم نباتي ومفيد ومهم جدا، وكل يعني بيستخدم لاغراض علاجيه كتير. المهم احنا هنستخدمه ازاي هقول لكم. احنا قبل كده كنت عملت كذا حلقه عن ماسكات وسكربات بالفحم باقراص الفحم دي، هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو ده علشان تراجعوها وتشوفوها بنفسكم. نيجي بقى للاستخدامات الجديده اللي انا بقول لكم هنقول عليها النهارده. اول حاجه ان احنا ممكن نستخدمه كصبغه مؤقته. انت لو في يوم مثلا يعني كنت خارجه او في مشوار ولا في حاجه او في ضيوف جايين وفي شعر ابيض في شعرك، انت ممكن تطحنيه كده وتجيبي دي. على فكره مريميه، المريميه في الصبغه كويسه جدا وبتثبت الشعر، بتثبت اللون في الشعر وبتحافظ على الشعر. فانا غليتها معلقه مريميه، غليتها بشويه ميه وهنحط في اقراص الفحم اهو ونقلبها. انا لسه يعني عامله فيها من كام يوم، عاملاها في شعر ابيض عندي وفضل طول اليوم اسود ومفيش خالص اي ضرر ولا الشعر نشف ولا حاجه. بصوا اهو يعني المعجون ده اهو الطريقه دي، احنا لو حطيناها في نوع صبغه عندنا اكيد هيثبت وهيحافظ على الشعر وجميل جدا. فياريت تجربوها مع يعني بصوا اهو، لو انت مثلا بتصبغي شعرك بحنه قلبيها مع الخليط ده مريميه مع اقراص الفحم المطحون. بصي لما بتطحنيها، انت لو عايزه تطحنيها في المطحنه اطحنيها، لو عايزه تطحنيها بدار المعلقه بتطحن معاكي وبسهوله، وهو المعجون بتاعها اهو. فانت قلبيها مع اي صبغه تحبيها ولا اي كيس حنه ولا اي حاجه، هيدي هيثبت اللون في شعرك وجميله جدا. دي اول استخدام حبيت اقول لكم عليه عن اقراص الفحم. تاني استخدام بقى هو استخدامها لرسم الحواجب او تحديد الفراغات، بس مش المقصودش طبعا اللي هو يعني انت ترسميها اللي هو العريض، او في ناس بترسم الحواجب برسمه غريبه كده بتبقى يعني شكل العين شويه يخض. فرسم الحواجب اقصد ايه؟ تحديدها او ملء الفراغات اللي فيها او كده يعني. فاحنا بنعمل ايه برضو؟ انا جبت هنا العلبه دي بعد ما طحنت اقراص الفحم وحطيت عليهم كميه بسيطه قوي وقليله من الميه وقلبتهم. لو عندك بقى فرشه، احنا عارفين اغلبنا عارف الجل دوت اللي هو بيتباع في علب، هو دي فكرته زي دي، زي علب الجل دي اللي هي بترسم الحواجب كده، هي دي فكرته تمام. فبس دي بتنشف على فكره، يعني انا يعني ما بجيبهاش لانها جربتها كذا حاجه وبتنشف ومش كويسه. فايه انا عملتها لما جربت شويه ان انا املى الفراغات الحواجب بالفحم كده كان تحفه. لو جبنا كده بصوا، دي فرشه بتاعت رسم الحواجب، بتبقى سنها شويه بصوا اهو، سنها نازل كده بميله كده من الجنب. فلو حبيتي ترسمي ولا حاجه بصوا اسود فحمي جميل جدا. وتخففيه براحتك بقى، لو مش حابه التقل ده، لو حابه بس تحطي حاجه خفيفه على حسب الكميه، وبمنديل كده بتمسحي من الفرشه دي على حسب ما انت عايزه، روعه. وكمان في استخدام تاني، ده انت لو مش عايزه تفكيه كده وتسيبيه في العلبه دي، انت القرص ذات نفسه لو بلتيه ميه وعملتي كده في الحاجب هيرسم معاكي وهيعمل معاكي يعني هيملى الفراغات اللي موجوده في الحواجب، وهيبقى حلو جدا يعني. وبيثبت على فكره الوقت طويل كمان، احسن كمان من الجل اللي انا بقول لكم عليها دي. يعني ده كده الطريقه دي احسن وامن والله من الجل ده، احنا مش عارفين ايه مكوناته اصلا تمام. في طريقه تاني، في استخدام تاني لاقراص الفحم، ان احنا اصلا نستخدمه كاي شادو. ان انت عايزه اي شادو اللي هو رسمه السموكي ايز دي، اللي انت عايزه تبقي اسود فوق العين، اللي هو الاي شادو اللي بيبقى غامق فوق العين السموكي ايز، من دي. انت عارفه لو بليتي دي وعملتي كده بالفرشه بتاعت الاي شادو وعملتي كده وهي مبلوله وحطيتي منه اي شادو، برده هايل وبيثبت وجميل، ثباته حلو جدا ولونه فحمي
جميل جدا اللون اللي احنا عايزينه، بيبقى احسن كمان من الوان تانية والله، وعن تجربة عن حاجات تانية ومنتجات تانية غالية كتير. انا لما جربت الطريقة دي مع اقراص الفحم انا فعلا استغربت من النتيجة وكانت هايلة وجميلة جدا. اتمنى تكونوا استفدتم، ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو. باي باي.